هل هنالك أمر أثر عليك؟ هل هنالك حديث معين اطلعت عليه فمن هنا بدأ البحث؟ جزاك الله خير الجزاء، تفضل. وأقدر أخذ الاسم بلا زحمة، إذا ما تقدر تعطي اسمك الصريح أعطيني جعفر. اللهم صل على محمد وعلى نعم. أنا عمري 50 سنة، طولة العمر إن شاء الله. أولا أنا كنت إخواني في بداية حياتي، يعني عندما كنت صغير كنت إخواني، تربيت مع الإخوان، كنت إخواني، كانت دائما عندي أسئلة. الشيخ تفهم شوية الدرجة، يعني ما نعرفش مليح أفهم اللغة العربية. اهدر بالدرجة، أنا أفهم. الله يستك. في بداية حياتي كانت عندي دائما أسئلة كثيرة لم أجد لها جواب مقنع، ثم أصبحت من بعد ذلك لم أجد فيها مع الإخوان، فانتقلت من الإخوان أصبحت سلفي، ومن بعدها أصبحت وهابي في كل فترة، يعني فترة عمري تقريبا 30 سنة واحدة أخرى. كانت دائما عندي أسئلة لم أجد لها جواب. كان حتى عندي صديق طالب علم عند أكبر عالم في الجزائر، هو مش عارف الشيخ فركوس، معروف هذا العالم. كنت دائما أسأل ولم أجد إجابة مقنعة شيخ، ما لم أجد إجابة. وحتى عندما كنت أذهب عند الأئمة المساجد لا أقتنع بكلامهم، يقولون لي لا تقرأ وحدك من الكتب لأنك لا تفهم، أنت لأنك من عامة الناس. مثلا يقولون أن ابن تيمية له كتب في الفلسفة ولا تقرأها وحدك بدون شخص متمكن في الدين. هكذا كنت أقول، كيف الله يخلق السماوات والأرض ثم يخلق العرش ثم يستوي هم يعني عند السنة ولا عند الإخوان ولا هم كيف 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 كانوا يوضعون الله في حيز، يعني هو يخلق السماوات ويقعد في السماوات. شغل هذه حاجة أنا ما كنتش مقتنع بها. والله أكبر من السماوات والأرض، والله يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. شوف استوى إلى السماء. وفي آية أخرى يقول عز وجل في آية واحدة أخرى، يعني ثم استوى إلى السماء، في آية واحدة أخرى يقول ثم استوى إلى السماء. شوف يعني كلام ديفيرنس بين الأولى والثانية. والشيء وشوف، وفي آية أخرى، يعني هذه في آية أخرى، ثم استوى على العرش، يقول ثم استوى على العرش. شوف الاستواء كيفاش. أنا كنت دائما أطرح هذا السؤال، وهذه الأولى. ثانيا كان عندي مشكل في طول الله، استغفر الله، كان طول الله كطول آدم، وهذا كنت لا أتقبله، ما كنتش نتقبل هذا الأمر هذا. وكنت كيسقسي يقول كذا، لا ما تسقسيش وحرام وهذا وخلاص. الشيء الذي انصدمت منه هو صوت جلوس الله على الكرسي. كيف يخلق الله كرسي فيه خلل وهو بديع السماوات والأرض؟ تقصد حديث الأطيط أنه لا يعطب الصوت، وهذا كنت لا أتقبله، كنت نقول وكانوا محبوش كما كنقول هكذا. الحديث الأول إن الله خلق آدم على صورتي طوله 60 ذراع، فأشكلت على حديث الطول، والآن تشكل على حديث الأطيط. نعم. وكيف لجهنم لا تشبع،
حتى يدخل الله رجله وتقول قط قط كيفاش هذه شغل ام شغل ما يكفيهاش هي ان ربي سبحانه يقول لها يقول كل شيء يقول كن فيكون يقول لها اشبعي تشبع سبحان الله كيف حتى يدخل رجله باش تشبع هذه كانت ما تدخلتليش في راسي وما زالت اشياء اخرى يعني فهمت ولكن هذا كاع الاجوبه التي هذه كاع الاجوبه التي كانت عندي وجدتها عندكم في حصتكم انا منذ فتره وانا استمع اليكم هذا من واستمع الحق تعلمت كثير منكم وجدت عندكم علوم أبهرتني فعلا لم أسمع من قبل مثل علوم الحروف مثل أنا سمعت يوم أخطأ على علم الحروف هذه لأول مرة أسمعها في حياتي انبهرت والشيخ أحمد الإمامي يهضر عليها ولكن لم يفصل فيها معليش أنا مش بصح أظهرتني يعني صراحة يعني والأمر الذي انصدمت منه هم آل بيت عليهم السلام عرفت سيرتهم وعطرتهم منكم من قناتكم برك والله بكيت أن في الجزائر أخفوا عنا هذا في المساجد الأئمة المساجد أخفوا عنا هذا الجامي كانوا يطرقوا هذا الموضوع حتى في المدارس على ذلك في المدارس نقأوا سيرة أبي بكر وعمر وخلفاء الراشدين وحتى عندما نقرأ سيرة الإمام علي عليه السلام يمرون عليها مر الكرام يعني سطحيا برك فأدهشتموني والله العظيم أدهشتموني في حساسكم وخاصة تعلمت منكم في رزية الخميس والسقيفة بن سعد ومعركة الجمل هذا انصدمت عندما عرفت الحقيقة الله يبارك بفضل الله فهذا في فضلكم الحاج وعد وسيد ميثم وابو كريم واحمد الامامي والشيخ احمد سلمان والام اسود وحتى علاء المهدوي انا استمع اليه كان ديجا باش نقول لك كان يتكلم يقول لي يا سنيين انتم دائما تفطروا ما تكملوش صيامكم الى الليل وهذه يعني بين قوسين احنا رانا في رمضان في اول رمضان ان شاء الله تفهموني فيها هذه لان هذه ما عرفتهاش كيفاش نصوم الى الليل واش نقول لك الشيخ والله العظيم اسال الله ان يجازيكم احسن الجزاء يا الله شرحتم صدري واخرجتم كل الشبهات التي كانت عندي والله العظيم يا شيخ يا الله في الاخير يا الله اود ان اعلن توبتي وانضم اليكم اخوتي يا الله واتبرا من اعداء النبي واعداء الله وخاصه عمر بكيت عليه والله على ذلك بكيت عليه في خطب الجمعة ما يقارب عامين وإحنا الإمام يخطب وكل جمعة يدير على فضائل عمر الغزوات كلش كذب كلش يدلسون والله العظيم على بالك حتى وأنا سوتو ما لدك شو وش الله يبارك بيك أخونا الله يرحم والديك ويشهد الله أخونا جعفر يشهد الله العظيم أنا أقدر الآن الحالة البية ويشهد الله أنه هذه كلماتك هذه سوف أخذها معي إن شاء الله يوم ألقى رب العالمين وأقول له شكرا لكم سأقول له ولي صديقي وأخي الذي استبصرت به عبد النور
هو كان سبب في تشريعي. الله يوفق. شكرا لكم جميعا. شكرا يا صديقك الحر الجزائري. طيب نعم. الآن أنت مستعد أن تعلنها وتعلن الشهادات نعم. الثلاثة نعم. بخل... نعم نعم طيب أنا نعم. قبل أن تعلن الشهادات الثلاثة أريد أن أقول لكل الأخوة الذين يشاهدون هذه القناة إنه هذه اللحظات اللي الأخ عن طريق هذه القناة عرف نور محمد وآل محمد سجلوها، لأنه يوم القيامة عندما ستقابلون الله تبارك وتعالى على الأقل نقول رب العالمين إلهي أنه هذا الرجل انتقل وبالتالي عائلته ستنتقل بفضل قل زوجتي معي يا زوجتي الله معي. يا الله يا الله يا الله. زين صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الآن السيد ميثم الحبيب يلقنك الشهادات الثلاثة، فهل قلبك الآن مستعد وعقلك وكل شيء مستعد لتقبل الشهادات إن شاء الله؟ يا الله يا الله. حجي زوجته مثل شيء لو بس أي زوجته معاه الآن زوجته معاه إن شاء الله. يا الله توكل على الله سيدنا. بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله. اللهم صل على محمد الطيبين الطاهرين. أخونا العزيز جعفر إن شاء الله تسمعني أنت وحرمكم أختنا فاضلة إن شاء الله تسمعني وهي بالقرب منكم، حتى وإن كانت تردد معك ما أقوله، حتى لو ما تريد تطلع صوتها على كيف ما في مشكلة، حتى لو صوتها ما ينسمع ما مشكلة. نعم حتى لو صوتها لا ينسمع لا يسمع ما في مشكلة. طيب قل معي يا الله. قل معي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأشهد أن عليا وفاطمة. وأشهد أن عليا وفاطمة وأبناءهما المعصومين. وأبناءهما المعصومين بالحق حجج الله. بالحق حجج الله. أتولاهم وأبرأ إلى الله من أعدائهم. أتولاهم وأبرأ من الله من أعدائهم. أبرأ إلى الله إلى الله من أعدائهم. أتولاهم وأبرأ إلى الله من أعدائهم. أعدائهم يعني أبو بكر عمر عثمان معاوية بالجملة كلهم. طيب بالجملة. نعم نعم نعم. اللهم لا تفرق بيني وبينهم. اللهم لا تفرق بيني وبينهم. طرفة عين. طرفة عين. في الدنيا ولا في الآخرة. يا الله. في الدنيا ولا في الآخرة. يا الله. بفضلك وببركة الصلاة على محمد وآل محمد. بفضلك وببركة الصلاة على محمد وآل محمد. الصلاة على محمد وعلى آل محمد. الله الأعمال كل الأعمال معلقة حتى يصلى على محمد وآل محمد. صلوا على محمد وآل محمد. الله لوالديه الأخ جعفر ولوالديه حرمه زوجته الكريمة اهدوا ثواب الصلاة على محمد وآل محمد. الله وآل محمد. أمنوا معي. اللهم ارحم والدي برحمته وأرحم الراحمين. قولوا أمين. اللهم ارحم والدي زوجتي برحمتي وأنت أرحم الراحمين. اللهم لا تفرق بينه وبين أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. طرفة عين يا أرحم الراحمين. قولوا آمين. آمين. اللهم إنه أفرح قلوبنا وأفرح قلب الزهراء. اللهم افرح قلبه يوم يلقاك يا أرحم الراحمين. يا الله
يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنه أدخل السرور في قلوبنا، اللهم أدخل السرور في قلبي يا الله. اللهم تقبل هذا القليل من العطاء برحمتك وأنت أرحم الراحمين. الأخوة الذين شاركوا ويشاركون في هذه القناة، الأخوة الذين وقفوا معنا، اللهم بحق محمد وآل محمد أتمم علينا البركة بإنهاء مشروعنا يا أرحم الراحمين، حتى يزداد الأخوان من أمثال الأخ جعفر وزوجتي الكريمة. ووالله يا أخوان من أمثال هؤلاء الأخوة الذين لم يعلنوا هذا الأمر، وسألوهم هم الآن. الأخ أبو كريم أكثر من مرة ألح علي على استقبال الهاتف الأخ، وقلت له الهواتف مشغولة. هناك الكثير من الأخوان ممن لم يعلنوا، لكن رب العالمين يسجل أعمالكم، يسجل وقفاتكم معنا. أربع ساعات انتظر الأخ، أربع ساعات ينتظر حتى ننال نحن شرف هذه اللحظات. أخونا الحبيب جعفر، أنا أوصيك في هذه الليلة، ونحن مقبلون إن شاء الله في بداية شهر رمضان، بالله عليك أنا أعتقد أن أبواب السماء الآن مفتحة لك، بالله عليك أن ما تنساني أنا والأخ أبو كريم والأخ سيد ميثم والأخوة المشرفين، بالله عليك ادعو لنا بتمام الصحة والعافية، وأن رب العالمين يتقبل منا، وأن يخلص نياتنا، أن يخلص نياتنا خالصة لوجهه الكريم. وادعو من رب العالمين أن يرزقك الرؤية الصالحة بأن هذا العمل إن شاء الله تام 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 بولاية محمد وآل محمد وبركة محمد وآل محمد. وجزاك الله خير الجزاء، وصلى الله على محمد وآل محمد. بارك الله بك وجزاك الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين. اليوم بركة شهر رمضان من المغرب ومن الجزائر، الأخوة أعلنوا، وإن شاء الله الخير جاء. ومن تونس كذلك. ومن تونس.